مباحثات جديدة حول السلام في دارفور بين الحكومة السودانية وعدد من مسلحي الإقليم، مباحثات تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، ويصفها الرئيس عمر البشير بأنها ستكون الأخيرة بين حكومة الخرطوم وأي جماعة مسلحة في دارفور. ويعتقد محللون أن هذه المحادثات ربما تفقد الكثير من ثقلها بسبب غياب حركة العدل والمساواة كبرى الفصائل المسلحة في دارفور، وكذلك مقاطعة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. ورفضت حركة تحرير السودان من البداية المشاركة في أي مفاوضات مع الخرطوم حتى تستجيب الحكومة لمطلب توفير الأمن الذي تقول الحركة إن المدنيين في دارفور محرومون منه. لكن وضع حركة العدل والمساواة يبدو مختلفا إلى حد كبير، فقد وقعت الحركة اتفاق الدوحة الإطاري مع الرئيس البشير في شباط فبراير الماضي، واعتقد كثيرون حينها أن هذا الاتفاق سيؤذن بوقف الصراع الدامي الدائر لنحو 7 سنوات، إلا أن أمال الاستقرار سرعان ما تبددت بعد نحو 3 أشهر من توقيع الاتفاق، عندما أعلنت الحركة تعليقها للمحادثات واتهمت الحكومة بقصف عدد من مواقعها غربي دارفور فيما وصفته بأنه محاولة لفرض حل عسكري للنزاع. ولم تتضح بعد طبيعة الخطوات التي تعتزم حكومة الخرطوم اتخاذها عقب انتهاء هذه الجولة من المحادثات. وكان ملف الصراع في دارفور السبب الرئيسي وراء صدور أمر اعتقال بحق الرئيس البشير من المحكمة الجنائية الدولية إثر اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الإقليم الذي بلغ عدد المشردين فيه نحو 2 مليون شخص. سالي نبيل، BBC.